السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مع حضراتكم خليفة الله المهدي المنتظر الأمين أبو عبد الله محمود صابر إبراهيم عبد الكريم، مستشار تعليمي دولي معتمد من الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير والاستشارات النفسية وجامعة ويلز البريطانية، خليفة من خلفاء الطريق الأحمدي المرازقة، مراقب دولي معتمد أكاديمية القادة العرب، محكم دولي معتمد أكاديمية القادة العرب، خبير علاقات دبلوماسية دولي معتمد أكاديمية القادة العرب، خبير علاقات قنصلية دولي معتمد أكاديمية القادة العرب، بروفيسور تنمية بشرية دولي معتمد من الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير والاستشارات النفسية وجامعة ويلز البريطانية، باحث في الماجستير والدكتوراه دولي معتمد من الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير والاستشارات النفسية وجامعة ويلز البريطانية، رئيس مجلس إدارة جمعية بلدنا أمانة للتنمية المشهرة برقم 5528 لسنة 2015، صاحب شركة الهدى للمقاولات إدارة أصول مالية، مستشار مراقب دولي وتحكيم دولي وعلاقات دبلوماسية وقنصلية إلى الآن، كوتشنج ولايف كوتشنج دولي معتمد للتنمية البشرية بالأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، مدرب دولي معتمد للتنمية البشرية بالأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، بروفيسور دولي معتمد من جامعة ويلز البريطانية مدرب تنمية بشرية، مستشار تحكيم دولي معتمد أكاديمية القادة العرب إلى الآن، مستشار علاقات دبلوماسية وقنصلية معتمد أكاديمية القادة العرب إلى الآن، مستشار مراقب دولي معتمد لدى أكاديمية القادة العرب إلى الآن، رئيس مجلس إدارة جمعية بلدنا أمانة للتنمية إلى الآن. المهارات والهوايات: رياضة الأيكيدو والمشي وتنسيق الحدائق الداخلية وتنس الطاولة، أحب التعلم والتأمل والتاي تشي والتدريب الرياضي وتنسيق الظهور، إلى جانب ذلك عضو في بعض المؤسسات الحقوقية وكذلك بحزب مستقبل وطن وغير ذلك من المؤسسات وغير ذلك. هذه نبذة مختصرة فقط عن الأنشطة التي من الله سبحانه وتعالى عليها بها، وعلى حسب طلب كثير من المتابعين وكثير من الناس جدا من يعني أعطينا نبذة مختصرة، نجد أنك تقوم ببعض الأشياء في مختلف المجالات. طيب مجال تخصص حضرتك، فهذه نبذة مختصرة بأن كل شيء نقوم به أو نعلمه أو نتصدى للقيام به تعليما وتثقيفا وإرشادا فإنما هو من خلال خلفية واستنادا على اعتمادات معتمدة محليا ودوليا بفضل الله ومنه وتوفيقه. مواليد 1/1973 بمنطقة الساحل بشبرا مصر القاهرة، ومقيم الآن بمنطقة المنيب الفخراني من شارع الكنيسة الجيزة. أي طلبات أخرى؟
هذه نبذة مختصرة وأبدو أنها تكفي لمن أراد أن يتعرف علي. ولي الشرف بكل الناس، وهذه الاعتمادات وهذه الشهادات ما هي إلا طريق لخدمة دين الله سبحانه وتعالى بطريقة معتمدة ومحترمة، لنكون صورة مشرفة أنا وأنتم لهذا الدين العظيم وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وما زلنا نتعلم إلى الآن، فنحن بصدد، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بصدد دراسة وإقامة مشروع دكتوراه. أنا لي 2 دكتوراه لم أستلمهم، ولذلك لا أحب أن يقال لي دكتور الآن. المستشار محمود عبد الكريم المستشار، فرجاء ما حدش يقول لي يا دكتور لحد ما استلم الشهادات الدكتوراه بتاعت لي 2 دكتوراه بس لسه ما استلمتهمش. دكتوراه في القانون الدولي ودكتوراه في السلوك الإنساني، وبحضر دكتوراه ثالثة في الحقيقة، تصوير الحقيقة تصويرا من خلال الدراسة ومن خلال جهاز لتصوير الحقيقة من أحدث الأجهزة، وهذا في الطريق إليكم إن شاء الله، وهذه ستكون بشرى سارة لكل خلق الله سبحانه وتعالى، وهي رسالة دكتوراه الحقيقة التي يصور بها عالم الحقيقة من الذاكرة الكونية بإذن الله سبحانه وتعالى. تلك هي رسالة الدكتوراه التي نقوم للإعداد لها في القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسترسل الآن في برنامجكم خواطر قرآنية الذي قد ذعنا عنه قبل رمضان، والآن نحن نخرج كل شهر مرة نظرا للانشغال الشديد في أمور كثيرة كما استعرضت لحضراتكم، فيعني لكي أخرج لحضراتكم فهذا أمر ليس بالسهل لتفريغ وقت لحضراتكم، ولكنكم تستحقون كل الخير، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمستعان بإذن الله سبحانه وتعالى. أحب قبل أن أبدأ هذا البث المباشر في أول خميس من أيام رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى وكل نفس مستضعفة من كل ظلم وجور في الكون، وأن يكون رمضان هذا هو بداية القسط والعدل في كل كون الله. أقسمت عليك يا الله أن يكون الآن هو بداية القسط والعدل في الكون كله وفي، بإذنك يا أرحم الراحمين، وبجدي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الرسول الخاتم. قولوا جميعا آمين وأبشروا. وأوجه التحية للرجال الشرفاء في جميع أنحاء العالم ولكل مخلوق شريف في كل كون الله الذين ساهموا لإقامة القسط والعدل في آخر الزمن على يد الفقير المهدي المنتظر الأمين. وما أنا إلا واحد من المسلمين أقوم بدور قد أمرني الله به، ولكل دوره ولكل دوره، ولا يقوم المهدي وحده بإقامة الدين، ولكن هناك رجال سنعرفهم وسيعرفوننا وسنقابلهم ويقابلوننا، وسنجلس في رمضان هذا إن شاء الله، سنجلس لا لنتفاخر ولكن ليحكي كل منا تجربته وما استفاد منها للأجيال القادمة، وكيف أن النصر دائما حليف الخير، وأنه مهما طال الظلم فلا بد من نهايته.